صباح جديد عليكم وصباح السعادة والمودة لكل الناس. بما أنه نحن بنتكلم دائما في مواضيعنا المختلفة عن الرياضة، والرياضة هي مهمة في حياتنا اليومية، يبقى معناها الأخبار الرياضية هي أيضا مهمة، ونحن يتعودني أنه نقول لكم من خلال الصحفي والمحلل الرياضي اللي بيكون ضيف هذا الأسبوع الأستاذ عبد الرحمن عيدروس. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. صباح النور، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بك استاذ عبد الرحمن. خلينا نشوف اليوم حنتكلم عن القمه السودانيه في الابطال الافريقيه، وخلينا نبدا قراءتنا حول خساره المريخ لمباراه الجوله الاولى لمجموعه دولي ابطال افريقيا بهدف. طيب نعم، يمكن المريخ خسر مباراته الاولى امام الترجي التونسي في المباراه اللي لعبت الاسبوع الفات في تونس في ملعب رادس. يمكن المباراه كانت صعبه جدا على المريخ وعلى الترجي نفسه. المريخ قدم فيها يمكن اداء ممكن نقول عليه مميز في النواحي الدفاعية، نجح فيها ريكاردو لدرجة كبيرة، المدير الفني ريكاردو، في أنه يتكتل فيه العمق الدفاعي أو نصف ملعب المريخ اللي يمكن يكون على التعادل، ودي واحدة من مشاكل يمكن أجهزتنا الفنية أو خلينا نقول الأندية السودانية على وجه العموم. يعني أنت لما تلعب مباراة خارج ملعبك دائما بيركزوا على الخروج بنتيجة التعادل، فيمكن لما يكون يعني يمكن يدخل فيك هدف لا قدر الله من خطأ دفاعي من ركلة جزاء بيكون العودة صعبة، لأنه أنت بتكون راسم الاستراتيجية بتاعتك قبل المباراة، بتكون راسمة دائما على نتيجة التعادل، ودي بتشكل صعوبة جدا في العودة داخل المباراة، فبيبقى في صعوبة جدا. المريخ قدم مباراة مميزة في النواحي الدفاعية كما ذكرت، وفي النهاية خسر في يمكن الزمن بدل الضائع في الدقيقة 93، ولج مرمى وهدف كان قاتل وحرم المريخ من نقطة كانت غارية في ملعب سوسة. لكن البعض يرى أنه خسارة المريخ بهدف أمام عملاق سوسة تعتبر نتيجة منطقية. والله يمكن المنطق فيها بأنه بتحدثوا عن الأداء، ونحن يمكن في دائما في خلينا نقول في كره القدم حسابات الخساره بهدف في دوري المجموعات ويمكن حصد بالنقاط انا اعتبرها نتيجه سيئه اذا كانت للهلال او اذا كانت للمريخ نفسه، لانه انت فشلت في انك انت تحقق نقطه او ثلاث نقاط، فاعتبار دي انت خساره بالنسبه لك. الجميع بيتحدث عن اداء، الاداء ما مقياس او خلينا نقول هو ما بيديك الفرصه اللي انت بتتكلم عنها بتقول انه والله يمكن الفريق لعب مباراه او النتيجه منطقيه، النتيجه أيوة. المنطقيه فقط هي التعادل خارج الديار او الانتصار فقط، لكن غير ذلك انا اعتبرها نتيجه سيئه بالنسبه للمريخ وبالنسبه للهلال ايضا. طيب كيف ادار ريكاردو المباراه واللي فشل في الحفاظ على التعادل؟ انا كما ذكرت قبل قليل قلت انه ريكاردو بنى استراتيجيته على الخروج باقل الخسائر او اقل الاضرار اللي هي نتيجه التعادل. ريكاردو كان مدافع بشكل كبير، رسم الاستراتيجية على الدفاع، بالإضافة لي حتى يمكن التحول للمريخ كان يعتمد على الهجمات المرتدة اللي يمكن ما شكلت خطورة كبيرة على مرمى الترجي في هجمتين تقريبا في الشوط الأول وتسديدة واحدة في الشوط الثاني، لذلك كان من الصعوبة كان المريخ يمكن يعود بثلاث نقاط، لأنه كما ذكرت البرازيلي ريكاردو كان باني الاستراتيجية على خط الدفاع والخروج بنقطة. لما يمكن قبل هدف، الهدف كان صعب يتعوض لأنه كان دائما في الدقيقة، الهدف كان في الدقيقة الأخيرة أو في الزمن بدل الضائع، فكان التعويض صعب جدا لأبناء ريكاردو وللمريخ نفسه، اللي أنا كما ذكرت أنه واحدة من أخطاء المريخ أو واحدة من أخطاء المدربين عفوا كانت هي استراتيجية خط الدفاع. خلينا ننتقل مباشرة ونشوف كيف مباراة المريخ أمام الزمالك المصري في الجولة الثانية لمجموعات دولي أبطال إفريقيا. نعم، يمكن مباراة هي حتكون صعبة جدا على الفريقين، يمكن خاسرين المباراة الأولى، الزمالك خسر في ملعبه في القاهرة أمام شباب بلوزداد، والمريخ كذلك خسر من الترجي، فيمكن المباراة دي بالنسبة لهم هي مباراة تعويض للفريقين. الزمالك بيمر بفترة صعبة نوعا ما، نعم، في الدوري المصري وكذلك في دوري أبطال أفريقيا لأنه خسر المباراة الماضية، لكن في اعتقادي الكبير أنه الزمالك فريق يتعسر يمرض لكن لا يموت. الزمالك فريق كبير جدا حائز على الدوري المصري في آخر نسختين، الفريق الآن مصنف ثالث أفريقيا وفريق يعني يمكن بيقدم، وبالأمس ما ننسى أنه الفريق نجح في العودة في انتصارات سكة انتصارات في الدوري المصري أمام سموحة، ودي كانت نتيجة يمكن عادة الروح والثقة للاعبية الزمالك، وأكدت أنه الفريق دي اللي كانت بثلاث نقاط أنه الزمالك
يوم امس انا بتكلم نعم امس عن فوز الزمالك عن على سموحه فدي كان ايضا اعتبر النتيجه كانت جيده جدا للزمالك نجح فيها في العوده سكه الانتصارات يمكن المكاسب كانت عديده للزمالك في اعاده الروح المعنويه للاعبين كذلك تالق شيكابالا بالامس وصناعته لتسجيله لهدف وصناعته لهدف كل تلك مكاسب كبيره لنادي الزمالك يمكن تكون ترفع الروح المعنويه وتزيد حماس اللاعبين في المباراه المقبله امام المريخ بعد هذه النتيجه ممكن نقول انه الزمالك في اسوء حالاته هذه الايام هل يستطيع انه ريكاردو الاستفاده منه بلا شك الزمالك يعاني في الدوري المصري الفريق في المركز الرابع الفريق خسر المباراة الافتتاحية الفريق خسر الديربي شمال افريقيا امام شباب بلوزداد دي كلها عوامل ممكن تأثر في الزمالك لكن كما ذكرت انه حاليا الان الفريق عاد بثلاث نقاط مهمة جدا من الفريق السكندري سموحة بالامس اعاد الروح والهيبة للفريق ريكاردو ممكن انه خد في حساباته انه الفريق الزمالك يعاني ممكن هو يطلع ايضا بانتصار على نادي الزمالك لكن انا اؤكد تماما انه مباراه صعبه جدا على الفريقين ليس على الزمالك فقط لكن ايضا على المريخ هتكون صعبه جدا لانه الزمالك في النهايه فريق كبير لابد ريكاردو ان يحتاط بكل تلك العوامل والجوانب الخفيه لانه في النهايه الزمالك عنده لعيبه مميزين امثال شيكابالا اللي عاد بالامس وتالق امثال سيد زيزو وكذلك نيمار عنده لعيبه مميزين جدا جدا ممكن يصنعوا الفارق امام المريخ أستاذ عيدروس إذا شفنا نفس نتيجة العام الماضي وأمام نفس الخصم قال الهلال يخسر أمام صن داونز بهدف نعم الهلال خسر 1-0 الموسم هذا المباراة الماضية وأيضا الموسم الماضي أيضا مع نفس الخصم 1-0 وأنا بعتقد أو في اعتقادي الكبير أن الهلال ظهر بشكل مميز في المباراة الماضية وليس هذه المباراة يعني مباراة العام الماضي اللي كان يمكن بيشرف عليها موتا المدير الفني للهلال انا اعتقد انه الهلال قدم مردود فيها كان جيد جدا الفريق ظهر بشكل كبير حتى نتذكر في المباراه دي انه الهلال سجل هدف في الدقائق الاخيره سجله مدافع محمد احمد ايرينج وتم رفض الهدف بداعي تسلل والهدف كان صحيح جدا فانا بعتقد انه الهلال كان قدم مردود جيد الهلال في هذه المباراه ظهر بشكل الجميع بيقول لك انه الهلال ظهر بشكل جيد لكن جيد دي في انك انت تقدم مباراه تنافس الخصم على الاقل تكون منطقه الاستحواذ تنافس فيها في وسط الملعب تصنع فرص تشكل خطوره على صن داونز لكن الهلال يمكن في المباراه دي كان يعتمد المدرب الكونغولي فوران ايضا على الخروج باقل الخسائر ودي واحده برضه من النقاط السلبيه في ريكاردو اللي بنى استراتيجيته ايضا على الخروج بنقطه واحترام الخصم اكثر من اللازم ايضا اثر في اداء الهلال لانه شايف انه كان يمكن المدرب فلوران الكونغولي بيتكلم على انه صن داونز فريق كبير ومنحترم صن داونز واشياء خارج الملعب فالاحترام الزائد للخصم دائما بياثر على نتيجه المباراه وشكل اللاعبين حتى جوا في الملعب. خلينا ننتقل ونشوف الاهلي المصري في المواجهه من الجوله الثانيه لمجموعات دوري ابطال افريقيا صعوبه او مهمه صعوبه مهمه الثعلب الكنغولي شنو المطلوب كان من المدرب؟ في يمكن مباراه الاهلي القادمه هي مباراه صعبه السيناريو بعيد نفسه تقريبا في الموسم قبل الماضي الهلال واجه الاهلي في ملعب الجوهره الزرقاء ايضا وبتذكر كان برضو الاهلي عايد من كاس العالم للانديه وكان حاصل على البرونزيه الاهلي هذا العام فشل في انه يحصد المركز الثالث في كاس العالم وحصد المركز الرابع امام فلامينغو البرازيلي لكن نفس السيناريو يعني الاهلي تم تاجيل مباراته الاولى امام القطن الكاميروني نعم. الاهلي ايضا عايد خلينا نقول عايد بمعنويات جيده جدا حتى ولانه استطاع انه يحقق المركز الرابع في بطوله كبيره مثل كاس العالم للانديه ولكن ما ننسى في نقطه مهمه جدا لابد انه الهلال وكذلك الفلوران الكنغول لابد ان يستفيد منها وهي الارهاق عامل الارهاق البدني للاعبي الاهلي لانه يمكن نتكلم عن 10 ايام او 11 يوم فقط الاهلي المصري لعب 4 مباريات واربع مباريات كانت من العيار الثقيل فلا بد ان تؤثر نعم ان تؤثر في لاعبي الاهلي اضف الى ذلك الترحال والسفر والتنقل ما بين المغرب والقاهره والعوده برضه او السفر للسودان فدي كلها عوامل سلبيه ممكن تؤثر حتاثر على الاهلي في مباراته يوم السبت المقبل امام الهلال من وجهه نظرك ابرز الاخطاء التي وقع فيها مدرب الهلال ويمكن تفاديها في مباراه الاهلي المصري السبت القادم والله اكبر مشكله يمكن وقع فيها كان هي مشكله التشكيل الاساسي البدايه كانت غير موفقه الاختيارات في وسط الملعب الجميع تحدث عن اخطاء في وسط الملعب خاصه العمق الدفاعي اللي كان هو كان قاسمه الظهر للفريق دائما الفريق صن داونز بيلعب على يمكن على النقلات او خلينا نقول في العمق
دائما بيلعب الباصات القصيره اللي هي بشكل خطوره على اي فريق. سان داونز فريق انا بشوفه دائما الانديه اللي هي متكامله، عنده الحلول، عنده حلول في عنده في عمق الملعب، يلعب في الاطراف. فالكنغولي كان خاطئ في اعتماده فقط على بوجبا في خط الوسط او في العمق الدفاعي. الكنغولي يمكن فلوران عنده عناصر جيده جدا خارج التشكيل، ما لعب بها زي عماد الصيني، زي ابو عاقله، دي كلها اسماء تجيد اللعب في العمق الدفاعي وتجيد حتى افتكاك الكره بطريقه افضل. وخلينا نقول انه حتى الهدف اللي ولد في مرمى الهلال ايضا كان من خطا في عمق الدفاع، وكانت تسديده يعني يمكن حتى اللاعب سدد الكره وارتدد من ابو 20 ما وجد اي مضايقه، كان عنده مساحه في التسديد، وده ما ذكره ايضا الكنغولي في المؤتمر الصحفي. ايضا من الاخطاء اللي يمكن وقع فيها خلينا نقول إدارة نادي الهلال، البحث الإدارية، هي أحذية المطر. الكنغولي ذكر في المؤتمر الصحفي، ودي أنا بعتبرها برضو من النقاط السلبية للمدير الفني ولدائرة الكرة ولمجلس إدارة نادي الهلال، كأنه أنت عوامل الطقس وأنت على علم تماما أنه بالأمطار اللي كانت هاطلة قبل المباراة والملعب، وحتى في التدريبات اللي سبقت المباراة كان هناك أمطار في جنوب أفريقيا. وأعتقد كان لابد أن يحتاط نادي الهلال أو الإدارة بأحذية المطر اللي يمكن برضو سبب في أخطاء كثيرة في خط الدفاع. أستاذ عيدروس، خلينا نشوف بعض المحللين يرون أن فلوران لا يهتم بمنطقة الوسط ولا يضعه في حساباته. يمكن برضو كان ده حديثي قبل قليل في أنه هو لا يعتمد كثيرا على العمق الدفاعي أو خط الوسط اللي يمكن الهلال اشتهر به في السنوات الماضية، دائما القوة في خط الوسط. والآن الهلال يملك أسماء، أنا أعتبرها أسماء جيدة جدا، عناصر ممتازة جدا كما ذكرت، عماد الصيني، أبو عقلة، والملاوي جيرارد فيري، دي كلها أسماء جيدة جدا كان ممكن تكون حاضرة في المباراة الماضية. نعم جيرارد ممكن دخل في الشوط الثاني، لكن في خواتيم المباراة ما قدم أيضا، ما ظهر بمردود جيد، لأنه يمكن هو كان عايد من إصابة وكان متخوف أنه يكون لسه العامل البدني لدى بعض اللاعبين مثل أبو عقلة وعماد الصيني. لكن في النهاية أنت لعبت ثلاث مباريات قبل مباراة سان داونز، كان مباريات من العيار الصغير أمام عزام وأمام سيمبا، وقدموا فيها مردود جيد جدا اللاعبين، وكان ممكن أنه يمنحهم الفرصة في مباراة سان داونز، لكن يمكن المدرب كان عنده رؤية مخالفة لرؤية الجميع. برضو نشوف واحدة من أطهر الطاهر وإيمور في مواجهة صعبة أمام أطراف كولار. نعم الأهلي المصري يمتلك أسلحة هجومية، يعني يمكن علي معلول ومحمد هاني بيلعب في الرواق الأيسر والرواق الأيمن، لاعبين بيقدموا بمباريات وممتازة جدا. الأهلي بيعتمد دائما خلينا نقول مفتاح اللعب بتاعه علي معلول، لأنه يمكن عنده خبرة كبيرة، قدم مباريات جيدة جدا ومباريات كبيرة في دوري أبطال أفريقيا وخلينا أسف في كأس العالم للأندية، لذلك صعوبة كبيرة ستواجه أطهر وإيمور. إيمور قدم نفسه بصورة جيدة جدا في مباراة سان داونز، وحقيقة كان يستحق أو استحق نجومية المباراة لأنه كان أفضل لاعبي الأهلي. أطهر يمكن في الفترة الماضية أظهر فقد الثقة كثيرا في ظهور كشكل أو بشكل أساسي في تشكيلة فلوران، أثر على اللاعب بشكل كبير جدا في مستواه، ظهر بمستوى خلينا نقول نوعا ما جيد في مباراة سان داونز، لكن إيمورو يمكن مميز جدا وزي ما قلت استحق نجومية المباراة، لذلك أعتقد أنه أطراف الهلال ستعاني كثيرا أمام خبرة ولاعبي الأهلي، خاصة أنه السويسري كولر مدرب الأهلي المصري يعتمد اعتماد كلي على لاعبي الأطراف في الأهلي المصري. خلينا نشوف أيضا عودة الدول الملاوي جيراند فيري، هل تشعل التنافس على صناعة اللعب بالهلال؟ نعم جيرارد لاعب كبير عنده قيمة كبيرة جدا، الإصابة حرمته من المواصلة في الموسم الماضي، هذا الموسم عاد يمكن لحد هسه ما ظهر بشكل أساسي كما ذكرت قبل قليل، اللاعب يمكن يتعافى قليلا أو هو الآن في مرحلة عودة اللياقة البدنية أو حساسية المباريات، اللاعب ظهر في المباريات الودية بشكل جيد، ده بيؤدي إلى زيادة التنافس خاصة أنه خط الوسط لنادي الهلال مزدحم جدا بالنجوم، والكل يريد أنه يسهر بمستوى جيد عشان يمكن يحفظ أو يجد مقعد أساسي في توليفة المدرب الكنغولي فلوران. هل في وجهة نظرك بعد استيفاء كل الشروط والمطلوبات من الكاف، هل يمكن فك الحظر على الجمهور والسماح له بمتابعة مباريات الأزرق من داخل الجوهر؟ الجمهور يمكن هذا الموضوع هو موضوع كبير جدا، موضوع صعب، مجلس إدارة نادي الهلال هذا الموضوع، هذا الملف الشائك لم يتعامل معه بطريقة يمكن جادة،
الهلال سيحرم من جمهوره، واضح جدا انه لحد هذه اللحظه لم ياتي خطاب من الكاف اكد حضور الجمهور. اخر خطاب انه الهلال سيلعب بدون حضور جمهور، وهذا شيء انا شايفه انه مؤثر جدا جدا على نادي الهلال في مبارياته. الهلال والمريخ انديه تلعب بجمهوره، الجمهور هو الناس كان بتقول هو رقم 12، لكن انا بعتقد ان الجمهور رقم واحد في المباريات داخل الارض. لذلك مجلس اداره نادي الهلال تعامل مع هذا الملف تعامل بطيء جدا، لانه هذا الموضوع يعني لم يكن وليد اللحظه، كان قبل سنوات واضح انه الاداره كانت تتعامل ببطء. الملف هذا الملف لم يتعامل معه بجديه، خاصه ممكن نتحدث عن اللجنه اللي تم تعيينها بقياده الاستاذ الفاضل التوم لجنه المنشات، وكان في حديث بانه الهلال استكمل الشروط او كافه لجنه تراخيص الانديه باتحاد الافريقي كره القدم ذكرت بانه الهلال لم يوفي او لم يستكمل الاشتراطات، فلذلك اشتراط الامن والسلامه بالذات ما يخص بالجمهور. لذلك اتوقع انه الهلال يحرم من جمهوره، او حتى اذا تم السماح سيتم السماح لعدد قليل جدا لا يتجاوز 1000 مشجع او 2000، مع العلم ان الجوهر الزرقاء تتسع لاكثر من 45000 متفرج، وده رقم كبير كان ممكن ان يؤثر في الهلال مستقبلا في مباراه. استاذ زايد روس، حنختم جولتنا الرياضيه بسؤال قد يكون صوره اطهر الطاهر وهو يصافح اعضاء مجلس الهلال، هل تحتاج كل هذه الضجه اللي ظهرت في الساحه الرياضيه؟ نعم، هذه الصوره يمكن وجدت لغط كثير حولها في السوشيال ميديا، الوسائل التواصل مواقع التواصل عمرت معها برده فعل غريبه جدا. يمكن اللاعب انا ممكن اقول انه هو يمكن تكون تفاجأ بانه بمجلس الاداره وانه بيتكلم بالهاتف، شيء طبيعي، كان ممكن عفويه لانه هو يمكن صدر بيان من صفحه اللاعب الرسميه وذكر واحتذر فيها وقال انه ما كان عنده قصد، لانه اطهر واحد من ابناء النادي، اطهر لاعب كبير جدا، اطهر بدا مسيرته في الهلال لم يلعب لغير الهلال، يعني حتى احتراف يسموه حكاية لفتره بسيطه وعاد للهلال، فهو هو من ابناء اكاديميه الهلال او من ناشئي الهلال، فاطهر عنده احترام ومكانه كبيره وتقدير من جمهور الهلال ومجلس الاداره، لذلك اعتقد انه لم يكن يقصد بها اي شكل، لانه يعتبر هو كابتن الهلال او ثاني كابتن بعد محمد عبد الرحمن. يا سلام، شكرا جزيلا استاذ عبد الرحمن عيدرو صحفي ومحلل رياضي، شاكرين ومقدرين لك لهذه المساحه. شكرا جزيلا. شكرا. اذن نتواصل مع كل متابعينا في برامج مختلفه عبر سلاسل الشروق، ولكن نحن ختمنا بتحليلنا الرياضي هذا الصباح، شكرا جميلا، شكرا كثيرا كل الناس اللي رافقتنا وكانت معنا من خلال صباح الشروق، نلتقيكم ان شاء الله في مساحات مختلفه عبر هذه الشاشه، دمتم في امان الله.